في البلاصه ودارنا مسلمين. هذه راه كاش نعمه قد هذه انه هو تخيرنا، لذلك مادام هو تخيرنا اننا المسلمين حنا نزيدو نطلبوه ونقولوا له تجلس قمنا الحاله وري قالها وعد لها باه باه باه, باه نصلوا على خير ونسلكوا على خير وكي نصلوا هنا قوا خامس. الجزائر طبعا الجزائر فوق كل شيء، الجزائر كنا نعرفوا قيمتها ونعرفوا الخيرات اللي فيها ونعرفوا ثاني اهل الخير اللي فيها، هذه ما ننفوهاش، وراهم شادينا راهم اهل الخير شادينا، هذه حقيقه لازم يعرفها كل واحد، راهم اهل الخير هما اللي شادينا.